أول سؤال من الأسئلة اللي جات لنا على الصفحة، أخت فاضلة بتقول: كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا جوزي ظروفه مش كويسة واضطريت أنزل شغل عشان أساعد في البيت معاه، وكنت ببيع هدومه وهو كان يعني حالف إني أكون محرم عليه زي أمه وأخته لو دخلت عند حد البيت، يعني عايز الناس تشوف الحاجة من على الباب بس وما تدخلش عندهم، والموضوع ده كان من 15 سنة، وأنا في الأول ما كنتش بدخل بس مع السنين نسيت وعرفت الناس وبقيت بدخل عندهم، وبعد كده أجرت محل وبقيت بشتغل فيه بس افتكرت الحلفان بتاعه، ممكن حضرتك تقولي لي أعمل إيه؟ هو من المعلوم شرعا والمقرر إن ألفاظ الطلاق ونحوها زي من الحلف بالطلاق أو تعليق ذلك على شيء، يعني علي الطلاق لو عملت كذا يكون كذا، أو مثلا أنه يحلف بالظهار يعني من تحريم الرجل زوجته على نفسه، كل دي من الأمور اللي لابد أن يسمع فيها من الزوج، يعني لازم نستمع إلى الزوج مش الزوج، لأن الزوج هو الذي تلفظ بها. ورد في الحديث الشريف قول النبي عليه الصلاة والسلام: الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الزوج هو ده اللي بنرجع له في مسألة في هذا الأمر، وبناء على كده لابد من السماع للزوج لأنه هو من تلفظ بهذه اللفظة، وكذا لابد من يعني إن هم يسألوه عن نيته في كل لفظ تلفظ به من كنايات الطلاق. لكن بالنسبة بقى للصريح من الطلاق فلا يحتاج يعني إلى نية زي ما هو معروف، بس اللي أنا بنصح به دوما سواء كنا على الهواء أو في الأسئلة اللي بترسل من قبل حضراتكم، إن الزوج يتواصل مع دار الإفتاء المصرية سواء إنه يروح أو إنه هو يتصل للاستفسار من دار الإفتاء عما تلفظ به وإفادتكم بالحكم الشرعي صاحبة السؤال.